رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. ده شكل الملبن اللي كنا مجهزينه بعد ما قعد 4 ساعات. نزلته فيه 3 معالق من النشا، 3 معالق من السكر الباودر، خلطتهم على بعض علشان ابدره ويبقى ما بيلزقش، ونتقطع بقى بالشكل ده الرول. وسحبت الخيط في الطرف، انا بسقع شويه اللي احنا عملناه مع حضراتكم، وبرده حطيت البايركس عشان يبقى يعني ايه يشد شويه عشان لما اعرضه يبقى باين ان هو اخد القوام. ده الملبن الحبل بكل سهوله اللي احنا عملناه، ومقاديره مظبوطه جدا جدا، ان شاء الله حضراتكم تعملوها وتدعوا لي. اهم حاجه اوعوا تنسوني. طيب هنعمل الدوميه. الدوميه او الملبن الاحمر ليه طريقتين. انا ساعات لما مبيبقاش الجيلاتين موجود بستخدم الجيلي، جيلي الفراوله، او اعمله باطعمه جيلي الرمان، وممكن اعمله باي حاجه من انواع الجيلي الاحمر زي التوت مثلا. لكن وتقدروا تعملوه على فكره بالوان تانية، يعني مش شرط الاحمر، بس احنا متعارف عليه ان اللي بيتقدم دايما الملبن الايه الدوميه الحمراء. نقدر نعمل بالمانجا، ونعمل بالاناناس، ونعمل باطعمه كتير. انا هعمل الدوميه على انه ده النوع المتعارف. لما ما بيكونش عندي الجيلاتين بستخدم الجيلي، لان الجيلي عباره عن ايه؟ عباره عن جيلاتين وفليفر يعني طعم، و يعني لون بيتحط له مضاف له. طيب انا النهارده هستخدم الجيلاتين العادي عشان لو حضراتكم عايزين تعملوه بالطريقه التقليديه. عندي للدوميه 1.5 كوباية من السكر، 0.5 كوباية عسل جلوكوز، 0.5 كوباية نشا، معاها 1 كوباية ميه هدوبهم مع بعض برضو زي ما عملنا فين في الملبن الحبل، 0.75 كوباية من الجيلاتين. ارجو المعايره لانها هتفرق قوي مع حضراتكم. عندي 1 كوباية مكسرات حسب الرغبه، ممكن يبقى سوداني، ممكن تحطوا 0.5 كوباية سوداني شويه، وناخد جزء ساده، او ناخد جزء بالبندق، او شويه بالمكسرات حسب رغبتكم. 1.5 كوباية ميه، معلقه صغيره من اللون الاحمر اذا هو لون مائي، بس انا افضل الجل مفيش مشكله خالص، او لو هو بودره وحضراتكم تحلوه يعني تخففوه لحد ما يوصل اللون ده. معلقه صغيره من الفانيليا، ومعلقه صغيره ملح ليمون او عصير ليمون. دي الطريقه البسيطه الجميله بتاعه الايه الدوميه. انا هحط لكم بس هنا كمان البايركس بتاع الملبن كده هنا يتقدم علشان اصحابنا اللي ما شافوش الحلقه يعرفوا ان احنا عاملين صنفين للملبن اهو كده. الملبن عايزه اقول لكم اللي في القالب ده وبيتقطع بيبقى روعه لما بنزله بقى في النشا، والواد يقعدوا كده ويحطوه في سوليفان وفيونكات وحاجات بتبقى جميله، وتحط كده في بونبونيره لطيفه. عايزه اقول لكم الواد بيفرحوا قوي بالحاجات دي. طيب يلا بينا نبدا اول مرحله. هعمل الدوميه ازاي؟ هنبدا اول حاجه، هناخد اول حاجه الميه. الميه اللي هي عباره عن 1.5 كوباية سكر لقد ايه ميه، 0.5 كوباية ميه مع 1.5 كوباية لوحدهم الاول. يلا بينا تعالوا. الله على الملبن، تسلم ايديكم والله. هاخد 1.5 كوباية ميه اهي، اهو 1.5 كوباية ميه. هنضيف السكر اللي هو عندي 1.5 كوباية. خليني اخد برضو الواسك ده يعني ايه يبقى يحل المشكله. هعاير برضو كده، معلش عشان انا ايه مهم قوي المعايير دي. كده 1 كوباية في سكر تاني. ها هنشوف النص هيطلع قد ايه، هحتاج عليه ولا لا. هاخد شويه لان دول ما كملوش النص اهي، وانا لازم اخد 1.5 كوباية. شوفوا كده اهي، ادي النص تمام. 1.5 كوباية ايه من السكر على 1.5 كوباية من الميه. هندوب برضو الحاجات الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تعملوا الحاجات دي في البيت طول الوقت، وهي اصبحت الخامات مكلفه على الرغم ان هي في البيت والله بتتعمل بنفس الخامات بره، بس يمكن هم يعني الاسعار بتبقى عاليه شويه.
كسرات بيجيبوها من بره فبتقف اعلى، يعني احنا نقدر في البيت نعمل الحاجات دي على قد اللي موجود عندنا، مفيش مشكله خالص. هناخد بقى العسل الجلوكوز، خليني اخد المعلقه دي احط عليها شويه زيت كده عشان لما انزله ينزل على طول، ما ايه ما يقعدش يلزق في المعلقه بتاعتي كده. هنحط العسل الجلوكوز، تعالي انت هنا اهو، بسم الله كده اهي، وهي دي الكميه كلها الحمد لله، النص كوبايه خلاص تمام جدا. وانا عايزه بس الويسك بتاعي حاجتي ترجع لي، الويسك بتاعي يجي، ايوه كده. وهنقلب بقى الخليط ده كله لحد ما ندوب العسل الجلوكوز في الخليط، بسم الله اهو، مع الميه مع السكر الويسك الاستانلس كده، هنقلب يدوب بقى تماما. هنبدا بقى نشتغل تاني، نعاير النشا مع بعض ونحطه في الميه وندوبه في كوبايه الميه، نص كوبايه النشا في كوبايه الميه اللي اتفقنا عليها مع حضراتكم. والنشا زي ما اتفقنا باكد تاني يكون نوع كويس، ما تجيبوش نوع سايب، السايب ده ياخد كميه كتيره جدا، يوصل ممكن معاكم الكوبايتين نشا هتبقوا انتم مش مصدقين، لانه ما بيبقاش نفس الايه نفس اللي احنا بنعمل منه. عشان كده انا بقول لحضراتكم على النوع يبقى كويس، نوع من انواع العلب اللي ليها ماركات كويسه يعني. خلاص هناخد بقى كده اللي هنا النشا، انا عندي هنا نشا نص كوبايه، خليني اعاير النص كوبايه، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اهو مع حضراتكم كل حاجه قدامكم اهي بالكوبايات، يا اهو خلاص. هاخد بقى بوله كده هحط فيها هنا، معلش في نص معلقه طارت مني كده، وهاخد كوب الماء، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه الميه، هنعلي بقى النار هنا تمام، وهنبدا ندوب الخليط النشا في الميه كويس علشان ننزله فين؟ على الخليط اللي احنا حطيناه من عسل الجلوكوز السكر والميه، ودوبناهم مع بعض. بصوا بدا يغلي ازاي في الطاسه اهو كده، ادوب تماما كميه النشا كويس جدا، ميه عاديه بسم الله اهو اهو. وهجيب بقى الويسك بتاعي دلوقتي، بقى كمان عندي جيلاتين، جيلاتين هبدا احطه قد ايه، تلت كوبايه هبدا احطه هو كمان، ادي التلت بس ده هيتحط في ميه سخنه اهو، ادي التلت كوبايه وادي الميه السخنه، قد ايه ميه سخنه عندي للجيلاتين؟ نص كوبايه اهي، هنخلينا نحط النص الاول، اوبا بسم الله اهي، وننزل كده هنا برضو بنقلب عشان ما ايه ما يفرطش مني ويكلكع، لازم يبقى ايدي فيه بسم الله. حتى الجيلاتين لو جمد ما يهمكوش، ده جيلاتين حيواني، النباتي بيبقى المقدار هيتضاعف، يعني لو بتستخدمه النباتي هياخد اكتر من الكميه دي. بصوا ده الحيواني خلاص اهو، خليني ابدا انزل الجيلاتين، وهنقلب هنا كده شويه وبعدين هنحط الفانيليا عشان ريحه الجيلاتين الحيواني يبقى ليه ريحه كده مميزه شويه، معلقه كبيره عصره الليمون، وبعدين هحط اللون. اول حاجه لازم اربط باللون، عايزه الويسك بتاعي، الويسك بتاعي اهو ماشي، قلب بسرعه نشوف اللون، الله حاجه تشجع الاهلي معانا برضو
صح ولا ايه؟ بتقول ايه يا عاصم؟ ماشي، معجب انت بالملبن ده صح؟ ماشي، هندوقك هندوقك. بصوا كده، شايفين الجمال؟ ويلا بقى هيبدا اللون يبقى معانا لحد الشفاف. هجهز عندي برضو من الايه، من البايركس. ما تعملوش بارتفاع كبير، اعملوه بارتفاع حلو. انا عايزه احط في الاخر هنا شويه نشا، معلش ده نشا عشان لما احطه ما يلزقش في شويه نشا حلوين كده، خلاص في القاع كده هسيبه يتقل. بس انا ايدي فيه مع التقليب، خليني بقى ايه كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بدا اللون يشف يشف، يعني يبقى شفاف. طب انا لو مش عايزه استخدم الجيلاتين، يبقى هحط اول حاجه الميه السخنه مع الجيلي. هجيب باكت جيلي احطه مع الميه السخنه في الاول واقلبهم مع بعض، وبعدين اضيف عليهم النشا وباقي المكونات. اول ما يبدا يتماسك هصبه، هيوصل لمرحله معينه كده. خليني معلش اجيب سباتولا، مش عايزه ازعج حضراتكم بالصوت ده، هو مضايقني انا شخصيا. تعالوا بقى نحط السوداني دلوقتي ونقلب كده. خلوا بالكم لسعته وحشه جدا. هنحط بس حبه سوداني سلام. تعالي انتي ما تجريش اهم، علشان يدونا الشكل الحلو. وتقدروا كمان ترشوا تحت، تقدروا ترشوا تحت او على وشه زي ما تحبوا، ووقت التقطيع بيبان زي ما احنا عاملينه كده، هتلاقوه روعه. اهم حاجه وقت التقطيع بقى لازم يكون في السكينه محطوطه في نشا، وتبداوا تقطعوا جنب جنب بعد ما تتحط في النشا كويس قوي. معلش انا هخف الحراره هنا خلاص، عشان بيطرطش جامد جدا، وده لسعته قويه جدا. ربنا طبعا يسلمكم من كل حاجه وحشه. بصوا كده لازم يتقل عن كده شويه، بس شوفوا وصل للمرحله الشفافه ازاي، هي دي بقى ايه المرحله الحلوه. خلاص بفضل اقلب اقلب، بيطرطش جامد. مش عارفه اوديها فين عشان الطرطشه دي. انا المفروض اهدي النار، بس انا عشان على الهواء ما اقدرش، ان انا الوقت قليل. بصوا كده شايفين الجمال؟ تعالوا بقى عشان نلحق ان ايه، الله، يتقل 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 يتقل. الجيلاتين ده بقى هيخليه زي الملبن. عايزين تعملوه ساده وبالوان مختلفه، ماشي، ممكن تقسموا الخليط ده على 2 طاسة أو 3، اعملوا كل واحد بلون شكل، هيبقى روعة. تقدروا تنزلوه في سكر عادي سمترافيش، زي المكعبات بتاعة الأطفال اللي بنشتريها، الكاندز بتاعة الأطفال اللي بنشتريها من السوبر ماركت في أكياس. خلاص بصوا قصر جامد، ويلا بينا. العشر دقايق دول تمام، يتقل بس ويتصب بتقل. أول ما بيتقل شوفوا بدأ يتقل إزاي، استنى عليه عشان ما يبقاش خفيف. وبرضه انا مش عايزاه يشد جامد لدرجه ان انا اجي اشده وما بيتشدش، انا عايزاه يبقى في طراوه، تحسوا وانتوا بتمطوه كده بيتمط. ماشي، كميه الجيلاتين دي مظبوطه على الجيلاتين الحيواني. ممكن ايه حبايب قلبي؟ لا خلاص هو هيتقل الجيلاتين ده، اول ما يسقع طول ما هو على النار سايب، اول ما يدخل تلاجة ويبرد يشد خلاص. فمفيش حاجه اسمها مش هنحط نشا عشان هو سايب قدامي، لا ده هو لازم يبقى كده، بس انا بشوف التخانه بتاعته تبقى مظبوطه. انا هجرب دلوقتي معاكم اهو اهو، انا شايفه ان كده كويس قوي، ويلا بينا نصب. بسم الله، بس ده الارتفاع كويس، هعمل 2 بايركس بالارتفاع ده، مناسب جدا.
انا استخدمته بس انا هجيب واحد تاني معلش عشان نعمل الايه اهو واحد بايركس تاني علشان دي كميه حلوه. هناخد برضو من النشا بتاعنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم النشا كده في القاع عشان يبقى في التمام. وهناخد باقي الخليط يلا بينا. بصوا بقى ويلا بينا نقدم بقى الحلو ده هناك جنب الأمامير اللي هناك. وبعد إذنكم استعرضوا لنا الشكل الملبن الأحمر والدمية علشان أصدقائنا يشوفوه والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها النهاردة. النهاردة عملنا الملبن الحبل والملبن اللي بيتقطع فيه البايركس من نفس العجينة الملبن الحبل من غير ما نجهد نفسنا في وصفات كتير. ودي وصفة جميلة هتعجب حضراتكم جدا. وقدمنا معاهم كمان بصوا هيبدأ يشد ويبقى جميل. لازم يقعد 4 ساعات على الأقل علشان لو سمحتوا أيوة السفرة كده تبقى جميلة. والملبن شفتوا اللي في البايركس اللي بالمكسرات الكتير غير الحبل وعملناه بطريقه سهله اي حد يقدر في اول مره يعمله تبقى الطريقه ناجحه. دلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم نطلع استراحه ونستقبل الفقره الطبيه مع بعض في انتظاركم.